أسعد باستقبال سيدة ليلى خلفاوي، مهتمة بالشؤون القانونية وحقوق المرأة. سيدة خلفاوي، صباح الخير، جمعة مباركة، وشكرا لك على قبول الدعوة. شكرا أستاذ. أهلا بك سيدة خلفاوي. أبدأ معك بأهم الاتفاقيات الدولية التي تضمنت حماية لحقوق المرأة العاملة وفي مختلف المجالات. أول حاجة شكرا للاستضافة الكريمة مرة أخرى من طرفك الأخت الكريمة. أول حاجة باعتبار أن اتفاقية حق الحماية القانونية للمرأة في المجتمع بصفة عامة دوليا أو من ناحية في الدول العربية، هنا كان الدين الإسلامي السباق، الشريعة الإسلامية السباقة، هدرت على تكلمت على مكانة المرأة وترقيتها في جميع المجالات. أما الآن نطرقوا على اتفاقيات دولية ومنظمات اللي اهتمت بجانب المرأة. عندنا منظمة الهيئة الأمم المتحدة، عندنا إعلان العالمي لحقوق الإنسان، اهتم جانب كبير بالمرأة بصفة عامة، حيث يعني أصدرت 162 اتفاقية في منظمة العمل الدولية، من بينها خصت 112 اتفاق خاصة بالحماية القانونية للمرأة العاملة. من بينها هذه اللي نذكرهم كاين اتفاقية دولية تحمي المرأة في طالبت بالمساواة، يعني الإنصاف بين الجنسين، الرجل والمرأة من ناحية العمل. كذلك اتفاقية جنيف اللي تتكلم على منظمة العمل الدولية، تتكلمت على المرأة في الأجر، يعني مساواة في الأجر، يقصد ذلك مساواة الأجر، يعني كي يكون عمل يعني نفس العمل يقوم به الرجل نفس العمل يأخذ نفس الأجر، يعني تساوي في الأجر. ثاني حاجة كان المادة 171 مكررة من اتفاقية حقوق الإنسان اللي صدرت في 1990، تكلمت على منع المرأة من القيام بأشغال أشغال شاقة، وكذلك بالعمل ليلا، من بينها يعني أعطتها كقاعدة عامة لكن استثناء يعني في القيام بالعمل ليلا. هدرت على في حالة المرأة اللي تعمل يكون عندها مؤسسة خاصة مصغرة بين العائلة تاعها، كذلك في حالة حدوث قوة قاهرة يعني ظرف طارئ، هنا تقوم المرأة يعني تقدر تعمل في الليل. وكاين حالات مثلا في مؤسسة يعني المنشئة المصغرة اللي يكون تدير العمال هذيك، في حالة اللي يقوموا بتغليف مواد مثلا خوف من التلف تاعها، صافي هنا حالة الضرورة تقدر تعمل المرأة في الليل. لكن من ناحية الاتفاقية الدولية تمنع المرأة من عمل ليلا. كذلك هناك يعني ماشي غير الاتفاقية الدولية، كاين عدة مواثيق أو منظمات عربية، يعني شوف في منظمة الميثاق العربي لحقوق الإنسان اللي كرس ويدعو إلى ترقية وإعطاء قيمة للمرأة في مجال العمل. كذلك عندنا منظمة حقوق المرأة في القاهرة، يعني المرأة وإعطاء لها قيمة في مجال العمل. يعني بصفة عامة الحماية القانونية للمرأة العاملة يسافي كرست في جميع اتفاقيات الدولية حتى في إقليمية، يعني حتى في الوطن العربي. طيب ماذا عن الحماية القانونية للمرأة العاملة في التشريع الجزائري؟ ما هي الحقوق المضمونة؟ أكيد نجأ إلى التشريع الجزائري. نلاحظ هنا قبل نهضر الحماية القانونية للتشريع الجزائري، نلاحظ أن المرأة الجزائرية أعطى لها الدستور الجزائري، يعني منذ الاستقلال سنة الدستور 1963 أعطى قيمة المرأة، يعني كرس وترقيتها في ميدان العمل، ذلك من خلال المجهودات اللي قامت بها في الثورة الجزائرية، يعني هي اللي ساعدت على بناء البلاد. كذلك الدستور يعني بعد تعديل دستور 1976 نص كذلك على مساهمة المرأة في جميع الميادين، سواء سياسية اقتصادية ثقافية. كذلك بعد تعديلات القانون 08/2019 أعطى أولوية ثانية للمرأة الدخول في مجالس انتخابية على حق يعني ترشح الممارسة السياسية. كذلك من دستور اصلا 16/01 اعطى هنايا اول كلمه يقالها في الدستور كلمه انصاف بين المراه والرجل، يعني المساواه بين المراه والرجل. هنا نلاحظ المشروع الجزائري اتفق مع اتفاقيات اللي نادت ودوليه نادت بالمساواه بين المراه والرجل في ناحيه العمل. وإذا فصلنا سيدتي الفاضلة يعني مبدأ المساواة في العمل والقضاء على التمييز ينعكس على عدة مؤشرات مثلا. أكيد هناك قانون، يعني قانون اللي خصص للمرأة العاملة، قانون 90/11 خاص بالعلاقات العمل. هذا المادة 5 والمادة 6 تهضر لك على حق المساواة. المرأة العاملة عندها الحق في الأجر، يعني تكون عندها الحق في الأجر، عندها حق النقابي، حق في الصحة، حق في التقاعد، حق في الطب، حق في العطل الأمومة، يعني شمل هذا قانون العمل، شمل في المادة 5 و 6 الحقوق اللي من حق المرأة في ميدان العمل. كذلك نص على المادة 84 من نفس قانون علاقات العمل 90/11 نص على الأجر، يعني الأجر لازم يكون متساوي، إذا خاصة إذا كان نفس العمل يقوم به الراجل. نفس الأجر.
ايضا بالنسبه للترقيه ايضا هناك مساواه كذلك، يعني هنا الترقيه ما نقدروش يعني نحدوها هنا من المجهود الفردي، هنا في الميدان يعني حتى ولو كانت المراه تقدر عندها امكانيات يعني امتيازات تقدر هنا يقدر تترقى حسب المجال العملي يعني. ونحن نشوفوا كل نهايه الدراسات تلاحظ هنا المجهود اللي قامت به المراه خلال دراسه العمل تاعها. طيب سيده خلفاوي، ماذا عن المساواه خارج العمل فيما يخص التكوين، الحق النقابي؟ أكيد هنا عندها حق التكوين وحق النقابي، نص علي أكثر مشير الجزائري يعني كان منصب يعني طالها المادة 57 من قانون 90-11 علاقة العمل، عندها حق باللي تقوم بالتكوين يعني في مجال العمل تاعها وتكون دراسة وتكون متابعة. أيضا عندها أيضا حق النقابي نص علي في المادة 54 لما خلينيش ذكر في قانون علاقات العمل، عندها حق يعني تمثل في العمل النقابي يعني حق الطالب في حقوقها. يعني مشير الجزائر أعطى أولوية كثيرة للمرأة في ميدان العمل. سيدة خلفاوي، كيف يحمي القانون الجزائري المرأة العاملة من التحرش الجنسي الذي له آثار نفسية واجتماعية خطيرة؟ أكيد هذا للأسف اللي راهو موضوع راهو متداول الفترة الأخيرة. يعني المشرع الجزائري في التحرش الجنسي لم ينص على مقبل ما كانش هناك جريمة حول التحرش الجنسي في المؤسسات يعني في ميدان العمل المرأة، لكن في قانون 04/15 أصبحت هناك جريمة يعاقب على التحرش الجنسي للمرأة أثناء العمل تاعها. نعم. لكن هناك مشكلة يعني كي خاصة إذا كان ابتزاز أو مثلا المسؤول يقوم بابتزاز المرأة يعني من ناحية العمل تاعها ترقيتها، يعني هناك يعني تحرش بصفة معروفة وتوفر الأركان تاعها. هنا المرأة يعني العاملة تقدر تدير الشكوى، ترفع الشكوى، يقوم بتحريك الدعوى العمومية أمام وكيل الجمهورية المطالبة بحقوقها. لكن هناك وكاين عقاب يعني كاين عقوبة من شهر لشهر يعني بالتفصيل، لكن هناك إشكال في ناحية التحرش الجنسي. لاحظ هناك رغم أن الجزائر يعني راهي مصادقة على عدة نصوص عالمية واتفاقيات دولية لتحمي المرأة من العنف والتحرش الجنسي في منظمة الأمم المتحدة، لكن في الواقع احنا المشروع الجزائري ضيق حماية قانونية من ناحية التحرش الجنسي للمرأة العاملة. هنا مش مساحة يعني هدر الكلمة يعني المرأة العاملة في حالة تعرضت ماشي لازم التحرش الجنسي يكون جسدي، يعني يكون لفظي، يكون بإشارات معنوي. هنايا ما عطاش يعني لم يوضح ما وضحش وما عطاش يعني مجال واسع لها. هنايا المشكلة هنا نعرفوا احنا المرأة الجزائرية يعني ما تقدرش تروح هنا اللي يستغلوا بعض المؤسسات، يعرفوا المرأة الجزائرية ما تقدرش ديكلاري يعني ما تقدرش تروح تطالب بحقها تروح حاكم. هنا وجود إشكال، نتمنى المشرع الجزائري إعادة يعني النظر في هذا الموضوع وإعادة يعني فرض عقوبات صارمة في مجال المؤسسات على المرأة اللي تعرض هذه التحرشات الجنسية، وإن شاء الله ربي يكون على المستطاع. إن شاء الله. سيدة خلفاوي، إذا تحدثنا عن نظام حماية المرأة العاملة الأم في العمل، يعني ما هي الامتيازات والتسهيلات التي تستفيد منها؟ أكيد المرأة هنا المشرع الجزائري أيضا كرس في قانون علاقات العمل في المادة 33 عطى للمرأة عندها حق الراحة والعطلة. نعم. عندها عطلة يعني عندها حق العطلة يعني نعرفها قانونية، نعرفها عطلة مدة سنة يعني مدفوعة الأجر، عندها شهر مدة سنة تبعت الأجر. أما من ناحية الأمومة المادة 52 من قانون علاقة العمل 90-11 واش تقول لك؟ تقول لك عند المرأة اللي تكون في فترة الحمل تستفيد المرأة العاملة قبل الولادة، يعني عندها أسبوع قبل الولادة تقدر تدير يعني طالب بالعطلة، وحتى بعد ولادتها. هنا بصح نلاحظ هنا حسب الهيئة المستخدمة يعني حسب النظام الداخلي تلك المؤسسة اللي تعمل فيها وتسيرها الأمر. وبالنسبة للرضاعة أيضا هنا المشكلة أيضا أنا مطروح، هنا المشكلة المشاعر الجزائرية الجزائر يعني كدولة هنا صدقت الاتفاقية منظمة الأمومة يعني تاع الرضاعة، كانت تقول باللي عندك المرأة في الاتفاقية الدولية نتكلم عندها حق ساعة في يوميا تقوم برعاية ودحتي حقها سنتين، لكن في قانون 75/30 كان ينص ايضا على الاتفاق كان معاها، لكن نلاحظ بعد تعديل القانون 90/11 قانون علاقات العمل نلاحظ هناك المشرع سكت على هذا الموضوع وما برش وما طعناش كيفاش لا عندها اولويه ولا لا صافي. هنايا وشكون تعتبر هناك ثغره قانونيه، ان شاء الله المشرع الجزائري اعاده النظر فيها. سيده خلفاوي، ما هو خطا يعني انهاء خدمه المراه العامله اثناء الحمل او اثناء اجازتها بين الحمل والوضع، يعني مع مسألة ممكن تتعرض إلى فصلها من العمل، ما هو الخطأ هنا؟ يعني في حالة يعني خطأ يعني داخل العمل
هناك اي امراه يعني امراه عامله كاين قانون علاقه العمل هو يحميها، يعني في اذا كان خطا متعلق بالمرفق العام يعني داخل المؤسسه، هنايا اذا كان خطا مرفقي او خطا يعني شخصي، هنا على حسب يعني هنا ما نقدرش نحدوا لك حسب بالوضعيه اللي تكون فيها المراه. هنايا اذا كان خطا شخصي يقدر المسؤول اي حديقه يتناقض عليه، اما المرفقي اللي تشهد حاجه تخص مرفق عام وسياده يعني المسؤول ولا حاجه، هنا تكون عندها عقاب يعني حسب المسؤوليه حسب الظروف يعني. ومن الواقع المعيش سيده خلفاوي، يعني ربما هناك نقائص، هناك تجاوزات، هما نقائص مثلا في تطبيق النصوص او غياب نصوص ملائمه في بايجاز، يعني على ماذا تركزين؟ يعني من ناحيه النصوص التشريعيه. نعم اكيد انا نركز، انا كما قلت لك مقبل كاين زوج نصوص، يعني من ناحيه خاصه انا اتكلم يعني بصفه يعني كامراه. نعم. كنداء للمجتمع الجزائري وكنداء ايضا لوزاره التضامن الخاصه بشؤون الاسره، هنا نطالبوا باللي اعاده النظر في قوانين حول التحرش الجنسي المضايقات اللي تعرض لها المراه اثناء العمل تاعها، يعني المراه اللي تحاول تثابر تحاول تنجح تحاول توصل للمنصب تاعها، يعني يكون هناك قواعد يعني يكون قوانين صارمه في حيث تعرض لها اي ضغوطات من ناحيه العمل سواء داخليا او خارجيا. هذا ان شاء الله يكون المجتمع الجزائري اعاده النظر في هذا ان شاء الله. سيده خلفاوي ليلى مهتمه بالشؤون القانونيه وحقوق المراه، شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى كل التفاصيل. عفوا دكتوره كريمة، اهلا بك. مشاهدينا الافاضل الى غرفه الاخبار ونشره باهم الانباء الوطنيه والدوليه.